القصة تبدأ قبل كم؟ قبل أكثر من 5000 سنة تقريبا، أكثر من 5000 سنة، يعني بحدود يعني خلينا نقول حدود 5000 سنة تقريبا، وين؟ في شمال سوريا والعراق بهذه المنطقة. كان فيه اللي هم يعبدون النار، وبمجوس قبل المجوس، الشاهد طويل الأعمار في هذه المنطقة اللي فوق سوريا والعراق، كان في ناس يعبدون النار. الرئيس الخازن عندهم يسمى الآزر، آزر اللي هو يعني انه هو اللي كبير القساوسة عندهم او خازن النار. كان عارف بما انه مركز على النار ومركز على انه هو الراهب حقهم او يعبدون النار كلهم، يعبدون النار وهذا كبيرهم، ايه. فما كان عنده التجارة، ما كان عنده حركة، فكان يرسل ولده الصغير يعطيه مجموعة أصنام يقول له روح بعها بالسوق. الولد اسمه أفراهم، فأرسله يروح للسوق، فكان يجلس يحط الأصنام هذه الصغيرة بالسوق ويجلس بالمحل. يجي واحد أنا أبغى أشتري صنم، يقول ليش؟ يقول أنا بنتي مريضة وولدي تعبان وكذا، وبشتري صنم عشان أرجع البيت وأدعي ويطيب. ما دخلت هو اللي بيع صنم، ما دخلت مخه، وابوه هو خازن النار، يا ساتر، ابوه كبير القصة، ما دخلت. فشاف الناس، كان يوم من الايام يدخل المحل مثلا يلقى واحد من الاصنام طايح بالارض من حركة الناس، ما يقدر يرفع نفسه الصنم، فكيف يفيد الناس؟ فما دخلت مخه، فصار بدا ما فيه عائد يرجع. الابو يشوف انه الولد مو قاعد يبيع شيء، وش طلع يسوي؟ يرص الاصنام ويجيب تراب ويحطها فوق الاصنام كذا، ويقول من يشتري من لا يضر ولا ينفع، يقول للناس. الناس كلها كانت ملاحظة الموقف هذا من هذا الولد. كم عمره كان؟ صغير، فات مو مرة صغير يعني، ولا مرة كبير، فاتها يعني. المهم فكان كذا قدامه يحط تراب على هذه الأصنام الصغار حقته. طبعا هم عندهم معابدهم في أصنام كبار مرة، فخلاص جته هذه القناعة، وزي ما يقول لك يعني كذا ترك عبادة قوم. بدأ يتفكر وش العبادة الصدقية؟ وش ذولا ما ينفعون؟ ذولا مو بآلهة، وش الآلهة؟ فشاف ناس فقراء يروحون عند النمرود، واحد ملك كبير، يعطيهم فلوس ويقولون له انت ربنا. ايوه ايه، هذا انسان مثلي وهذول اصنام، مو بهذا الدين، في شيء غلط بالموضوع، في غلط. راح العاد جماعه يعتبرونهم اعلى فئات المجتمع بالتفكير، قال انتم وش السالفه؟ قالوا احنا نعبد النجوم والسماء والاجرام. قال ممتاز، اختار. قالوا اختار. ما دخلت مخ، احاول انه يجادلهم. قال خلاص انا بختار القمر، هو ربي. قالوا اوكي. غاب القمر، طلعت الشمس، قال انا غيرت، هذا ربي. يا ساتر، هذا اكبر. ها شوي جاء اليوم الثاني، غابت الشمس، يخذلون من ربي. قال خلاص واضحه، شفت اللي يحركهم؟ ايوه هو ربي. انا امن وحد الولد هذا. الان اترك ذولا اللي هو جاي عندهم عشان يقنعهم، قومه اللي ابوه هو كبير الخزنه حقين النار، هو الازر، سوي فيهم. فجلس يكيد لهم يوم من الايام، يكيد لهم ويحاول انه يلقى فرصه. يوم من الايام راحوا يحتفلون وطلعوا برا المدينه، يدخل معه فاروع فاس، ايوه، ويدخل ويجرى الاصنام الكبار، قطع باليدين والروس، كسرهن. يا ساتر، بطريقه يعني حتى ما حد منهم يقول انه مثلا طاحت انكسرت، ما حد منهم يقول جاء مثلا زلزال، لا، ضرب واضح يعني. ايه، بعدين جاء للصنم الكبير اكبر شيء، وحط بيده الفاس بيد الصنم، على ان الصنم الكبير هو اللي كسر، هو اللي كسرهم. وراح لو نامهم شلون؟ لا، دخلوا على الكبير ماسك ذا، كيف؟ واحد منهم قال والله اني عرفت، ولد الازر افراهم ذا اللي كان يحط، جابوه هو اللي مسوي شيء. يوم جابوه الناس كلهم متجمعين قالوا ها انت اللي مسوي شيء. قال لي لا، انا شفت بعيني، شفت. قالوا وش شفت؟ شفته الكبير ذا، عصب، زعل، وراح واخذ الفاس من المزرعه ورجع كسرهم كلهم وجلس. بدوا يضحكون، قالوا انت تدري انهم ما يتحركون ولا يسوون شيء؟ قال ما دام ما يتحركون ولا يسوون شيء ادعونهم، يا الله، ما يضر ما ينفع. صدموا. الان اعطاهم الصدمه هذا الولد، اعطاهم الصدمه هذه، المفروض خلاص ترجعهم مؤمنين. لكن الناس المستفيدين من هذا الموضوع انه دائما كان اللي يردون دعوه والحق يكون مستفيد اصلا بالدنيا، يعني مو بس يبغى الايمان. لذلك وش قالوا قوم نوح؟ قالوا حنا تبينا نؤمن لك، واول من امن فيك الرعاة ذولا وضعوف الناس، ما عندهم شيء بالدنيا، خلاص جت الدعوه بلعها، مو مثل ذولا يبغون مكانتهم. فيوم ذولا يوم الناس انصدموا على طول ذولا ردوا، قالوا نبي ننتصر لآلهتنا ونبي نحرق. دخلوا على الناس بالعاطفة مو بالعقل، هو عطاهم العقل ومدخلوا العاطفة، هذه آلهتكم لازم تنتصرون لهم. ورجعوا الناس وقلبوهم من جديد على هذا الولد. حلو؟ راحوا عند وادي عندهم،
بدوا يسوون النار، هم خبيرين بالنار. سووا نار من كبرها ما تقدر تقرب منها. يا ساتر. كان الطير إذا جاء هذا بيعذبون الفتى. يعذبون الفتى. يا ساتر أيوه. كانوا إذا الطير مر من فوقها انحرق من الحرارة. وصاروا يسوون عشان يقدرون إنهم يعني يحطون واحد فيها، يحطونه بالمنجنيق اللي يرمي الحجارة حق الحروب. الله. ويرمونه فيها. حطوا الولد فيها ورموه. النار. بالنار. في مسافة لين وصلها. بالطريق يقال انه جاه جبريل، يقال يقال انه جاه جبريل بالطريق. هذا من الاشياء اللي تنقل. قال له تبي شيء؟ قال منك بلا ومن الله بلا. من هو ذا الفتى؟ ابراهيم عليه السلام. هذه قصة ابراهيم عليه السلام مع قومه. هذا اللي صار بينه وبينهم، انه هو كان يوم صغير كان هو اللي يبيع الاصنام عشان ابوه الازر ابراهيم عليه السلام. طيب ابي امه راح للنار، طاح بالنار. طبعا هو يوم قال منك فلا ومن الله بلا، الله سبحانه وتعالى قال للنار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. يقول بعض العلماء لو قال الله سبحانه وتعالى كوني بردا مات من البرد. بس سلام وسلاما. طاح بالنار، اخذ فتره طلع منها قدامهم يمشي. صدقوا ايه قال حتى الابو الازر قال نعم الرب ربك يا ابراهيم. ليه ما اسلم ابوه؟ لا يا ساتر. نعم الرب ربك يا ابراهيم. طبعا من كل قومه مين اللي امن معه؟ بنت عمه اسمها ساره، تزوجها ابراهيم عليه السلام. واخو ابراهيم ما امن، سولده ولد اخو ابراهيم امن. ايوه ولد اخوه. ايوه ولد اخوه اللي هو مين؟ نبي الله لوط. لوط عليه السلام هو لوط عليه السلام عمه ابراهيم. عمه ابراهيم هو كان من الناس اللي امنوا في هذه ال يا اخي ترابط بين الانبياء. ايه عجيب عجيب عجيب، ترابط كبير بين الانبياء اغلبنا ما ندري. تدري انه تدري انه موسى وهارون عليهم السلام اخوان؟ موسى وهارون اخوان. تعال داود ابو سليمان، يحيى ولد خالة مريم اللي هي ام عيسى. شوف شلون يا الله ايه كثير الانبياء مترابطين. الشاهد يا طويل العمر، فالله سبحانه وتعالى اكراما لابراهيم ما عذب قومه. اغلب الانبياء اذا الله سبحانه وتعالى اراهم الايات يعذبون، خلاص شوف الايات تتعذب اذا ما امنت. هاجر عنهم ابراهيم عليه السلام، مو بالله عذبهم وانهاهم. لذلك الى اليوم تلقى فيه بالمتاحف اوروبا تسمى الاصنام او التحف، او مو بالتحف، المجسمات الكلدانيه يعني وشو اللي هي تلقاها كذا مجسمات قديمه بدون يدين بدون روس. هذا اللي مكسر ابراهيم عليه السلام. لا ايه موجوده. شوف سبحان رب العالمين، فحفظت لانهم كملوا وعاشوا وصارت حضاره واندثرت لكن ما انمحوا من الارض. فهاجر عنهم ابراهيم عليه السلام. يقول من هو ابو ابراهيم اللي ما امن؟ ايه اسمه تارح او الازر. الازر يعني مل يعني يعني خازن النار. تعال ازر او اذر معناتها النار، لكن احنا اسمها اذربيجان ارض النار. اذربيجان ايش دخلها؟ المدينه الدوله. ايوه ايش فيها؟ هي نفس الموقع اللي كان في ابراهيم عليه السلام، عشان كذا اسمها اذربيجان يعني ارض النار على لغتهم القديمه. اذربيجان او اذربيجان، وهو كان اسمه الازر يعني خازن النار، ان النار اسمها ازر. طيب الحين يوم جاء جبريل لابراهيم كيف ما شافوه قوم النمرود؟ مو بقوم النمرود، قوم ابراهيم عادي ترى، مو بشرط. مثلا ابراهيم عليه السلام عاش فوق ال100 سنه بشوي بكسور. منو ابراهيم عليه السلام؟ فوق 100 سنه؟ فوق ال100 سنه بشوي بكسور. النبي محمد صلى الله عليه وسلم 63 سنه، ابراهيم عليه السلام فوق ال100 سنه. نوح ارجع فوق ال1300. يا ساتر. تخيل دعوته، بس دعوته القوم بس يدعوهم. قال الله سبحانه وتعالى 1000 سنه الا 50 عاما، 950 سنة بس دعوة. آمنوا 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 آمنوا، هذا الحق هذا الباطل. 900 سنة. كم واحد؟ قليل صح؟ قليل مرة مرة قليل. بالله كم؟ والله شوي، يمكن حتى ما يعني ما في أي أحد من العلماء قال إنهم تجاوزوا مثلاً 80 شوي مرة. يا ساتر 950 سنة. 80 اللي يسلموا. لا وزيدك من الشعر بيت بعد. الحين النعامة والدجاج والبط، البط اللي ما يطير هذا اللي عندنا البلدي ذا. والديك الرومي والحبش ليش ما يطيرون؟ إن لها علاقة باللي صار لإبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام قال يا رب كيف تحيي الموتى؟ كيف؟ قال الله سبحانه وتعالى أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أنا مؤمن بس أبغى قلبي يطمئن. قال الله سبحانه وتعالى يأخذ أربعة طيور، أربعة أنواع، ويقطعهم. يقول ابن عباس إنه أخذ فرخ النعامة، وأخذ بطة، وأخذ ديك، وأخذ الحبش أو الطاووس، وقطعهم. والله سبحانه وتعالى أمره يأخذ كل جزء ويحطه على جبل. جناح هنا، الرأس هنا، الصدر هنا، الفخذ هنا، وزعها على الجبال. يقول الله سبحانه وتعالى ثم ادعوهن يأتينك سعيا. كلمة سعيا تجي تسعى، ما قال الله سبحانه وتعالى تجيك تطير. تسعى
فكتب عليهم السعي من ذاك الوقت إلى اليوم وهي تسعى. وفعلا قدام إبراهيم عليه السلام بدأت تتجمع الأعضاء لين يكتمل الطير. هم نيجي لإبراهيم عليه السلام يركض ما يطير. سبحان الله. محلى أيامك بارك هالمولى وأقامك الجنة تعطر أنسامك ومحلى صيامك محلى قيامك يا رمضان محلاها.